تنزل قدام حصل اشتغال علاش مثلا وحنا معنا نائب ممثلين ديال المجتمع المدني وممثلين في المجال السياسي بحال الاستاذه نبيله الرحال والاستاذه زهره الملاحي اللي كنعتزوا بهم. المرأة راه ملكة الجمال، المرأة العريضة ملكة الجمال، نعم. والمنتوج اللي نترك جانب المرأة العريشية ولا عريش اللي نتكلم أنا عن المنتوج مثلا، طلبنا منك تتكلمي على المنتوج إعلاميا في ثلاث كلمات، لا نطلب أكثر. أنت جميلة، فراولة جميلة، المطر ديالها جميل، ما كتزرعش في عدد المدن المغربية من غير مدينة العرائش مثلا فتحات عدد من البيوت، عندنا نساء عرائشيات كيشتغلوا في هذا المجال، الفرص عطات كثير أيضا المدينة كما أن المدينة عطات كثير الفرص، يعني دولة العرائش ما تكونش فرص عندنا. لا تشوف هذا الميدان وكنتمنى تبارك الله عليك. كما شاء على هذه الأستاذة، يعني قبل أن تكوني ملكة جمال أنت صوت، يعني فوالا، يعني هذا الصوت راه ما خصناش نخليوه للداخل، خصو يخرج، ولا توجدي هذا الصوت ديالك خصك تخرجي، يعني خصك تكوني مستعدة أنك تخدمي على داكشي اللي بغيتي وتيكسبريم سكو تو فو، داكشي علاش حنا قالت الأستاذة يعني اشنو غادي ديري؟ شنو شي مسائل اللي ممكن تضيفي لهذا الشباب؟ قلتي مثلا كفكره جيده اننا يعني عندنا خصاص في المراكز الترفيهيه، هذا مجال ممكن تشتغلي عليه. تكلم مزيان على مدينه العرائش، تكلم مزيان على المنتوج، وتعرف تتكلم على المراه العرائشيه، فيعني هذا الشيء كامل كيتطابقون في حالتنا اذا فزتوا بملكه جمال الفراوله. ولكن بالرغم من انها المدينه يعني ما كيعرفوش بها بزاف، واخا انها جميله وعندها شي حاجات شي فوائد مزيانين، ولكن مع الاسف انا ما كيفكرش انا يعني يفكروا انهم يبيعوا في هذا ولا شي حاجه، كيف باش كتجي بحال هاد الاسين اللي كتجيبو نتوما ولا شي حاجه، دائما كيعرفوا بالمدن يعني مدن اخرى كطنجة صلة أما العرائش فهي منسية، ولكن من فكرت أن المدينة جميلة بحال هكا، فقلت ما علاش يعني درتها كتجربة، ماشي ليس المهم أن نجح أو لا شي حاجة واحدة أخرى، المهم أن نمشي عليك أكثر. الدارجة ملافة مزوينة ويعني منسية كثيرا، هذه وجهة نظر، لا أعرف أن باش ما تكونش منسية بحالة التتويج ديالك مثلا، شنو ممكن تقدمي للمدينة؟ نحاول نعرف أكثر بجميع النواحي على مستوى الصعيد المغربي، نحاول نعرف الصحافة مثلا في برامج الإعلام. نعم، وضمنك شي حاجة مزيونة تهضرنا على مدينة العرائش وتسوقيها إعلاميا، هذا هو السؤال. مدينة تاريخية سياحية. مدينة عريش فهي سياحية ومأثر ديالها ديكسوس، وإضافة إلى هذا أنها مدينة صغيرة لكن جميلة، ويعني من ناحية ديال فيها يتجلى جمالها. ها؟ يتجلى جمالها. يتجلى في منتجاتها وجمال نسائها. تبارك الله عليك، انا ودي نقول لك ما نطرحش العريش اسمها منطقة ديال الكبار اللي هما الابناء المدينة ديال العريش، وكذلك اللي زوار عندنا كبار جونجونين في مدينة العريش اللي جاب لنا الصحافة الإعلامية وجابوا شي كيسكو شكون هي هذه المدينة اللي عشقها هذا الكاتب وبدع فيها الكتب العالمية اللي توقعت في العالم كامل. يعني انا عارفكم كتعرفوا هذا الشيء كامل، لا في سباق ولا جنازه كيم غير فقط ديال مدينه العرايش. كنا كما قالت الاخت
الصحفية ديالنا لأن نعتز بها لأن هي شهرتنا مدينة العرايش وعرفت بحكم العمل ديالها في الصحافة وفي الإذاعة عرفت بمدينة العرايش وبالمعطيات ديال مدينة العرايش والتاريخ ديال مدينة العرايش وكذلك أدباء وكتاب ديال مدينة العرايش. أنا الإضافة اللي غنعطيهم هو أننا كنا أطفال صغار، أنا كبيرة عندي دابا 63 عام في العمر ديالي. غير شنو كنا أطفال حنا كنا بنات وشباب كنا كنحاولوا أننا نعرفوا المدينة عن قرب عن قرب، كنا كنمشيو للمدينة القديمة كنحاولوا نعرفوا هذيك المدينة كيفاش تبنات كيفاش أنها هكا بهذيك الدروب الضيقة، كندخلوا لداخل البيوت كيفاش أن داك السقوف مصوبين وكيفاش أن هاد الناس عايشين. كذلك كنا كنمشيو للمآثر التاريخية باش نعرفوا كيفاش هذاك البناية كيفاش تبنات، يعني كنا كنبحثوا ما كنجلسوش وكنا كنقوموا برحلات ماشي رحلات للترفيه فقط، رحلات أول حاجة كنكتشفوا داك المدن والخطر ديالها وداك الشيء، وفي نفس الوقت كنسوقوا المدينة ديالنا عندك المدن. وكانت عندنا واحد همزة تواصل ما بين الشباب الأوروبي والشباب العرائجي، كانت عندنا مراسلة بيناتهم في وما كان لا الانترنت لا والو إلا بالكتابة، كنا كنتراسلوا كناخذوا أرقام العناوين ديالهم وكنتعرفوا عليهم ونتعرفوا على التاريخ ديالهم وكنعرفوهم بالتاريخ ديالنا. كانوا عندنا أصدقاء إسبان وأصدقاء فرنساويين وكانوا إيطاليين، واخا ما كنعرفوش اللغة الإيطالية كانوا كيجيو لهنا كنعرفوهم بالمعالم التاريخية كنعملوا لهم إضافة كنستضفوهم وكنبيتوهم عندنا في المنازل ديالنا شباب في المنازل ديالنا، يعني حنا كان عندنا واحد يعني واحد يعني أسلوب ديال التعامل ما بيننا وبين هذيك باش نوصلوا كما قالت كنسوقوا. حنا ما كنديروش اعمال كثيره ولا انشطه كثيره ولكن كنبغيو نقوموا بشي نشاط اللي هو متميز واللي يعطي اضافه لهذه المدينه هذه. فبالفعل كان هذا الشيء هذا اللي وقع، ولكن ها هو عاد كتاب ملي كتاب واشتغلنا على هذه المدينه من طرف فريق عمل اللي هو مهم اللي كيعمل في الخفاء راه ما معروفينش، ولكن باش تنتج هذا المشروع هذا الكبير كنصادفوا مره اخرى اللي كيقول لك كنا غنديروا هذا العمل، حنا كنا غنديروا، حنا كنا المهم حنا تفاجئنا وتصدمنا حنا ما عارفينش. المهم اللي كنعرفوا ان كيوقع في طريقنا كل مره مجموعه ديال الاكراهات. المهم حنا دخلنا في التحدي وكان عندنا امل كبير بان هذا العمل ديالنا غادي ييسر لنا فيه الله، وداك الشيء اللي كان مهم. وخا كيقولنا ضيق الوقت، هو ماشي ضيق الوقت، حنا اشتغلنا عليه على ركن وراه في خبار اللي هما متبعين معنا هاد العمل ديالنا في خبار، كاين اللي كيشبر من الاخر ويقول لك لا انتم سحبكم الوقت انتم ما غاتقدروش ديروا هذا، لا حنا ما سحبناش الوقت، حنا ديجا اشتغلنا عليه باش نوجد هاد العمل هذا. دابا حاليا كيدار كاستينغ اللي فيه مشاركات جميلات متباريات اللي حنا اكتشفنا من خلال الهضره ديال التلقائيه والعفويه ديالهم كلهم عندهم غيره على هاد المدينه اللي تقال انت سمعنا كاملين بينهم كلهم عندهم غيره وحمقى على هاد المدينه هادي. وهذا الشيء اللي الجميل اللي هذا هو ولو انهم هما كان عندهم واحد كانوا مرتبكين كنشوفوا من وراء الكلام ديالهم انهم خصهم يقولوا بزاف د الحاجات ولكن دوك لو تخاف سي نورمال سي نورمال انهم كيحصلنا كاملين بينا كاينه التصوير كاينه كافيرا كاينه هذاك ساكن دفشو، ولكن هما كلهم كانوا جميلات وكلهم كانوا عندهم غيره وحرقه على هذه المدينه، بالخصوص كيقول لك الطفل كيقول لك الشباب كيقول لك ما عندناش فضاءات ما عندناش هذا، هذه راه ما قال لك غير جمله راه انتينا غتقرا الابعاد ديالها بلا ما نبقاو نحرجوهم ونقول لهم شنو شنو شنو، لا قال لي غير جمله مزيونه راه انا كنعرف شنو كان باغي يقول فيها. كلهم كتكتشف بان عندهم واحد الغيره وواحد الحرقه وهذا هو اللي جميل. انا ما كرهتش كلهم يتختاروا ولكن قانون قانون راه هما ما تبقى حتى شي وحده فيها زمان. بالنسبة لينا حنا كيف حنا باش نحققوا هاد ملكة جمال الفراولة وغتحقق إن شاء الله غير الإحباط
لا للعرقلة، احنا ايجابيين الى ابعد الحدود. On garde toujours le sourire, on garde toujours le sang-froid. On a regardé jusqu'au bout. Et si tu veux, tu peux. À tout ça, inshallah. Les élèves, ils ont tout un jeu pour nous. On a regardé le show, on a regardé le show. أنا ما غاديش دابا ما غنسيتش شي واحد، غنتصلوا بكم اللي غادي نجحوا كلشي غادي نتصلوا به، واللي ما غاديش شي حاجه على حد انها غدوز معنا حتى هما غنتصلوا بهم، عيب باش ما يكونش واحد الحرج في القاعه وهنا، نخليو داكشي وندخلوا لهم وهادي ونعرف شي شويش لا ديسكريبت. وانا ما كانتش شي وحده من البنات تقدر تعطينا شي كلمه. تتختار وحده مثل القانون، ولكن كلكم ماشي يجيكم احباط كي قالت سميتو صافي تبردوا، يعني دائما كونوا عطاء لمدينتكم سواء تهمشتوا او ما تهمشتوش. انا تنتمنى ان تكون فيكم كيف هاد البطلة كي قالت الاخت اللي فيكم قريحه على المدينه ديالكم، واخا اللي ما فازتش راها فايزه بالنسبه للمدينه ديالها على حسب شناكم انتم تبارك الله عليكم، عندكم الشجاعه وعندكم القرحه على المدينه ديالكم، عطيوها باش تعطيكم وساهموا. اذا ما لقيتوش فيها اشياء اللي هي ناقصه ديروها انتم، نديروا احنا المدينه البلاد، نحاولوا احنا نصلحوا كيما السيده نفوسنا باش نصلحوا بلادنا ونزيدوا القدام. فبللت الحرف زهرا وفرشت الارض وردا ونثرت البذور حقلا وجعلت بخور عودا واذا بالدم يسيل نهرا والحرف يفر مني دهرا. فعيد الام امي ليتني الرضيعه التي كنتها قبل 40 شمسا ساجدة لبريق عينيك لوهج إشراقتك. أنا البكورة البكر فاتحة العدد، أنا الفرع صدر البيت وشرخ الشباب التي أتمت الحولين. فعيد الأم أمي على التي كنتها قبل 40 شمسا تتطلع إليك فارسة تركب البحر وتطوع الجامحة وتركب الذل ذلا لا تدرك حجم الظلم والظلام حولها. فعيد الأم أمي أنحني وبعني أبنائي وأحفادي ولن لنعادل انعناءتك ساجدة دامعة خاشعة داعية بطول عمري. كلمة أنت أمي شامخة أنت وجبانة أنا، نعم جبانة أنا، نعم حد الوجع أنحني القدر للمرض لا للموت. فعيد الأم أمي كسر الله من داس كرامتك وخفض نبضك وأسال دمعك. فعيد الأم أمي جف الحبر شق البحر انحلت الجبال والرجال ورسمت طريقها الأقدام إلى القدس. شكرا. شكرا جزيلا لكم وسعاد ولدي. يعني في نفس السياق، يعني على الأم في دامور où je noie mes chagrins, sans vouloir un toit, abritant ma peur nue, des yeux des vents affamés. Ô mère, ferme bien tes mains. Je sais que la braise brûle les cordes de ta patience et dilate l'odeur de mon existence, mais ne lâche pas. Il fait terriblement froid, dehors, terriblement froid et désert. La chaleur humaine aujourd'hui, rend son dernier soupir et ils sont partis à sa sépulture. Merci. Franchement,
الكاستينغ.